استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بقصر القضيبية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بالمملكة. وقد رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأخيه دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكدا سموه على أهمية اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في البلدين ودورها في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي تشهد على الدوام تناميا وتطورا وتشكل نموذجا متقدما للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم، وتحظى بكامل الرعاية والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهم الله. سلام المملكة الأردنية الهاشمية، سلام مملكة البحرين، سلام. بعدها ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وخلال الاجتماع جرى استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا سموه أن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البحرين والأردن ستشكل دفعة لتعزيز التعاون والترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين، مشيرا سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في إطار اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما تمثله من دور في تعزيز استجابة التعاون الثنائي بين البلدين للمستجدات والتطلعات المشتركة. وأشار سموه إلى أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين البحرين والإمارات ومصر والأردن باعتبارها مكسبا هاما يصب في تطوير القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي، ويعزز من قدرة سلاسل التوريد والإمداد بين الدول الأعضاء في المبادرة، فيما رحب سموه بانعقاد منتدى الأعمال البحريني الأردني المشترك وأهميته في تعزيز مسارات التعاون بين القطاع الخاص البحريني الأردني.
وشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، التي بدورها ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات ومواصلة رفض القطاعات التنموية وخلق المزيد من الفرص النوعية لصالح خير وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والعمل والتدريب المهني والصحة والشباب والتعليم والمعلومات وخدمات الشحن البحرية والجوية. كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد بأن التعاون وتوحيد الجهود هو الطريق الأنجح لتجاوز التحديات وتحقيق التطلعات المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية العمل المشترك لدعم جهود إحلال السلام وتعزيز التسامح وأهمية بناء علاقة ودية متوازنة بين الدول. وقد أعرب دولة الدكتور بشرهان الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق خلال إقامتهم في مملكة البحرين، منوها بما أبداه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إلى ذلك، فقد تم الاتفاق بين الجانبين البحريني والأردني على عقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البحرين والأردن في المملكة الأردنية الهاشمية في موعد يتفق عليه الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق.